انطلاقات في ميدان التحدي في صباح هذا اليوم مع بداية انطلاقات أشواط الكبار. شوطنا الثامن يسير في التواصل والانطلاق والتحدي بين هذه الشعارات وبين هذه الأسماء. نسير مشاهدين الكرام معلنين عن حضور هجن أصحاب السمو الشيوخ في هذه الانطلاقة، وبتواجد كذلك مميز للأخوة المضمرين في إظهار قدراتهم بالتحدي والمنافسة الدائمة في كل المشاركات وكل المنافسات. بالتوفيق للجميع دائما في انطلاق هذا الصباح الجميل. شوطنا الثامن يسير، خصص هذا الشوط للقاعدين الثنايا والمنافسة من 8 كيلومترات. تتقدم هذه الجموع ويتقدم هذه القاعدين من خلال هذه الانطلاقة. صاحب المركز الأول هنا لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان يتقدم في هذه الانطلاقة وفي هذه الإطلالة هو الخمري، بينما في تضميره أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يحتل الآن المركز الأول، بينما المركز الثاني النقلة على السعر يحتل المركز الثاني، تعود ملكيته لسعادة الشيخ فيصل فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني، يتواجد الآن على المركز الثاني، بينما المركز الثالث يأتي من خلال هذه اللحظات. مربط يحتل المركز الثالث، تعود الملكية لهجن الشحانية. وفي التضمير والمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما المركز الرابع هناك في هذه اللحظة. نسير مشاهدين الأعزاء إلى شاهين سمو صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يتواجد على المركز الرابع، يضمر عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري. والمركز الخامس تقدم الآن همام، تعود ملكيته لسعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، يحتل الآن المركز الخامس، بينما المركز السادس ننتقل مباشرة إلى المركز السادس وسادس المراكز. هناك من يتواجد في هذه الآن حصل تغيير من قبل نزاع لهجن الشحانية، وفي عملية تضمير حمد بن علي بن حلفان المري. هكذا مشاهدين الأعزاء العشرة أو الخمسة مراكز الأولى المتصدرة لهذه المجموعة ولهذه الأسماء في بداية مشوار 8 كيلومترات في انطلاقة هذا الصباح. نعود إلى البداية وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. البداية الأولى مشاهدينا الأعزاء من خلال هذه اللحظات، عودة إلى الخمري، لا زال متقدما، لا زال يقود هذا الشوط بمسار القوة والتحدي لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان هنا في قمة هذا الشوط، بينما يأتي الجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي ليتقدم ويقدم هذا الأداء المميز. وفي مشاركات هنا هذا الميدان أكيد بلا شك عنوانه دائما بالمنافسة بالتوفيق للأخوة المضمرين، حيث تقدموا ومن جد وجد ومن زرع حصد ومن سار على الطريق وصل. الكل أتى مجتهدا مشاهدين الأعزاء لانتزاع المراكز الأولى، بينما المركز الثاني وصل الآن مربط يحتل المركز الثاني، وأكيد من مربط مميز ومربط عريق. تعود ملكية الهجن الشيحانية، بينما في التضمير والمتابعات محمد بن خالد العطية يتقدم نحو المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع وصل الآن السعر لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني، يتواجد على المركز الثاني في هذه الانطلاقة وهذا المركز الثالث في تواصل لهذه المشاركة من مسافة 8 كيلومترات. أما المركز الرابع فننتقل مباشرة إلى مثير، تعود ملكية الهجن الشحانية. أما التضمير يأتي العملاق سلطان بن محمد الوهيبي ليقدم لنا مثير على ساحة الإثارة وعلى ساحة المنافسة. أما المركز الخامس، هنا حشيم لسعادة أو همام لسعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، الآن محتلنا المركز الرابع في هذا التواصل وفي هذا النداء. أما المركز الخامس بدأ التسلل من خلال هذه اللحظات من قبل
13 لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وياتي بعملية التضمير راشد بن خميس الغويصة السويدي. الآن يتقدم إلى المركز الخامس. هذه الأسماء الذي وصلت مشاهدين الأعزاء لمراكزنا الخمسة الأولى المتقدمة، وأكيد من خلال تبادل الأشواط وتبادل المراكز وتبادل الأساسيات في هذه الانطلاقة تظل الأمور هناك على الواقع الملموس وعلى الواقع الموجود للخمر حتى هذه اللحظة. هو الآن المتقدم، هو الآن الذي يسير في انطلاقة هذا الشوط لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، بينما في عملية التضمير يأتي أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. نسير مشاهدينا الاعزاء الى المركز الثاني، ونقل مشاهدينا الى من خلال هذه اللحظات الى مربط من يحتل المركز الثاني. تعود الملكيه لاجل الشحانيه، وياتي المضمر محمد بن خالد العطيه على المركز الثاني في عمليه التضمير. اما المركز الثالث وصل الان مثير لهجن الشحانيه، يتواجد مع العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، يتقدم الى المركز الثالث في هذه الانطلاقه العمليه تضمير سلطان بن محمد الوهيبي. بينما المركز الرابع هنا نشاهد السعر يحتل المركز الرابع لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم الثاني، الآن متواجد على المركز الرابع. والمركز الخامس تقدم في هذه اللحظات بطاش لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، يحتل المركز الخامس. عملية تضميره وتدريبه لراشد بن خميس الغويص السويدي. ها هي مشاهدينا الأعزاء النتيجة الخماسية، لكن خلف الخمس المراكز الأولى كذلك هناك أنواع وأسماء أخرى صادرة من خلال التحدي والمنافسة أكيد في ناموس هذا الشوط. من خلال التحدي والمنافسة والكل أكيد حذر للمنافسة، الكل أتى هنا في هذا الميدان للتنافس في هذه المشاركة. نعود إلى البداية ونعود إلى ناموس الشوط، ولا زالت الأمور هناك تذهب إلى الخمري في انطلاقة هذا الشوط. الخمري متقدما ومشاركا بقوة على رأس هذه المجموعة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، لا زال على المركز الأول ولا زال على ناموس هذا الشوط. يقود هذه المجاميع مشاهدين الكرام، بينما يأتي في التضمير أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي الجنتلمان. المركز الثاني وصل الآن مثير، وصل مثير من هجن الشحانية من يحتل المركز الثاني وبقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. وصل خذ المركز الثاني، بدأ الآن يقترب من المركز الأول اقترابا شديدا. أما المركز الثالث يأتي هنا مربط، تعود ملكيته كذلك الهجن الشحانية، وياتي العطيه محمد بن خالد العطيه، ياتي هنا المشاغب ليتقدم نحو المركز الثالث. اما المركز الرابع نصل الى بطاش، تعود الملكيه مشاهدي الاعزاء لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، يتقدم الى المركز الرابع والمضمر راشد بن خميس الغويص في المركز الرابع. بينما المركز الخامس هناك يتواجد على خامس المراكز في هذه الانطلاقه. يا كريم العطاء حمام، تعود ملكيته مشاهدي الاعزاء لسعاده الشيخ عبد الله بن فهد بن عبد العزيز الثاني، الان هو محتلنا المركز الخامس في هذا النداء. هكذا النتيجه، 3 كيلومترات مشاهدينا الاعزاء المتبقي على خط النهايه، ولا زالت الامور هناك في ناموس هذا الشوط الذي تحمل ثنائيه على صداره الشوط. والمتقدم لا يزال الخمري مشاركا هذا الاداء الجميل ومشاركا هذه المقدمه المميزه. والخمري هو الآن المتقدم، يقود هذا الشوط بعناية ويقود هذا الشوط بكفاية لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، متقدما على هذا التحرك الجميل والمميز بقيادة مضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي هذا الشاب اللطيف. بينما المركز الثاني هناك بدأ الاقتراب والخطر يأتي من مثير لهجن الشحانية وبقيادة العملاق سلطان بن محمد
محمد الوهيبي الآن محتلنا المركز الثاني. بدأت الآن الأمور مشاهدينا الأعزاء تزيد من صراع هذا الشوط. المركز الثالث وصل مربط يحتل المركز الثالث لهجن الشحانية، ويأتي المشاغب محمد بن خالد العطية في هذه المشاركة القوية، هذه الثلاثية مشاهدينا الأعزاء بالتنافس والتحدي بين هذه الشعارات والتي تتواجد على قائمة هذا الشوط، متقدمة بالتنافس ومتقدمة كذلك أمام الجماهير وأمام شاشة وعدسات الريان الفضائية. الكل يتابع والكل يتقدم، ولكن لا يزال الخمري هو سيد الموقف في هذه المشاركة. اسمه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، والتحية هناك لأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في لحظات هذا الشوط الأخيرة والمثيرة بينما يحتل المركز الثاني. وصل الآن مثير، ولكن وصل مربط بدأ يتقدم لهجن الشحانية وبقيادة المضمر محمد بن خالد العطية تقدم إلى المركز الثاني. بدأ الآن يزيد من قوة الخطر والضغط على حامل المركز الأول وحامل ناموس هذا الشوط المثير في المركز الثالث لهجن الشحانية والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي. هذه الثلاثية على رأس هذا الشوط، هذه المجموعة، لكن هنا من قائد المجموعة، من قائد هذا الشوط بكل قوة وتحدي؟ الخمري هناك يقود هذا الشوط، إنه الخمري اسمه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. الكيلو الأخير انطلقت الجعادين مشاهدين الأعزاء بقوة أداها، والخمري لازال على المركز الأول بينما في المركز الثاني بدأ التسلل من مربط يأتي في المركز الثاني لهجن الشحانية. بدأ الآن في التسلل، بدأ الآن في تغيير النتيجة، بدأ الآن في تغيير مسار هذا الشوط إلى مقدمة الشوط مربط لهجن الشحانية وبقيادة محمد بن خالد العطية. بدينا في الالتفاف الأخير في الزاوية الأخيرة، المركز الثاني يعود الخمري لاسمه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. بدأ في الانطلاق الجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي بينما المركز الثالث هناك هجن الشحانية تقدم لنا مثير والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي. ولكن نعود إلى الخمري، نعود إلى 400 متر الأخيرة المثيرة والخطيرة، والخمري مسيطر. الخمري مسيطر لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. إذا يحمل التحية، يحمل السلام لهذا الشعار ومالك هذا الشعار بهزاع سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بالفوز والانتصار في صباح هذا اليوم، حيث تقدم من البداية حتى النهاية وهو حائزا على المركز الأول وناموس هذا الشوط. تهانينا لبهزاع سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وإلى المضمر الجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. المركز الثاني يأتي هجن الشحانية مع مربط يحتل المركز الثاني. المركز الثالث بطاش لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم. المركز الرابع مثير لهجن الشحانية يتواجد على المركز الرابع، بينما مشاهدين الأعزاء المركز الخامس في هذه الانطلاقة يأتي همام لسعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن عبد العزيز الثاني. من احتل من بغى شاهين لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن رايد المكتوم، هو المشاهد الأعزاء من احتل المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة، هكذا مسار الشوط الذي حمل الإثارة، حمل التحدي من بداية انطلاقه حتى نهاية هذا الشوط. وكان الخمري بالفعل هو من حمل التحدي، حمل الناموس لهذا اللقاء المباشر، وحيث أنه كان في المركز الأول مقدما ومتقدما من البداية حتى النهاية، حيث أنه احتل المركز الأول وصدار هذا الشوط بكل قوة وبكل منافسة من خلال الانطلاقات، من خلال المشاركات القوية، حيث التوقيت الزمني مشاهدي الأعزاء 13 دقيقة 15 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. ثانينا اسمه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ثانينا كذلك المضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، بينما المركز الثاني كان مربط من هجن الشحانية وبقيادة محمد بن خالد العطية. 13 دقيقة 19 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية ثانينا والناموس. أما المركز الثالث أيها الحبل الكريم كان من خلال الانطلاقة بطاش لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم، حيث يأتي بالتوقيت الزمني مقداره 13 دقيقة 21 ثانية ثمان أجزاء من الثانية تهانينا والناموس كذلك للمضمر راشد بن خميس الغويص. تهانينا للجميع على هذه المشاركة القوية.